صندوق أخبار السلام عليكم ورحمة الله تعرضت الفنانة المغربية مريم أزعيمي لانتقادات كبيرة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد القبلة في مسلسل المكتوب الذي يعرض على شاشة القناة الثانية في مشهد تظهر من خلالها مريم أزعيمي وهي تقبّل أناس الحمدشي الذي يجسد دور الأب هذا المسلسل لقي إعجاب فئة كبيرة. من الجمهور المغربي ولقي كذلك انتقادات لاذعات من جهه اخرى لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد